اخبارنا السريعه النهارده هنبداها من برشلونه. حقيقه برشلونه بيحصن ما بين قوسين كده جوهره المستقبل. نادي برشلونه اعلن النهارده تجديد عقد الجوهره لامين يامال طبعا لمده 3 سنوات. وقال برشلونه في بيان على موقعه الرسمي ان العقد الجديد ليامال الحقيقه سيكون حتى 30 يونيو 2026 على ان يبلغ الشرط الجزائي ما بين قوسين لاعب عنده 16 سنه بيلعب في برشلونه عنده عقد جدد عقده ل 2026. تخيل الرقم الشرط الجزائي لهذا اللاعب ذو ال 16 او 17 سنه مليار يورو. مليار يورو شرط جزائي لسن لاعب عنده 16 سنة. ويمكن كان أول مباراة لعبها مع برشلونة في الليجا ويمكن أحرز هدف كان في سن 16 سنة وأسابيع. الحقيقة كمان مستقبل كبير جدا جدا لهذا اللاعب. أضاف الموقع أن اللاعب وقع عقده الجديد النهاردة صباح اليوم الاثنين في مكتب النادي بحضور طبعا رئيس برشلونة خوان لابورتا والنائب رافيل بوستي والمدير الرياضي ديكو. التقرير او يعني الحديث قال هذه الطريقه سيظل المهاجم اكيد هم عندهم اصرار ان يظل هذا اللاعب وهذا المهاجم موجود في برشلونه اوقات كبيره جدا جدا لانه هيكون قادر على مواصله التطور ونمو اللاعب مع الفريق كما فعل طبعا منذ وصوله ووصل للمسيه طبعا اكاديميه برشلونه وهو كان عنده 7 سنين. كان عنده 7 سنين وانضم لأكاديمية لمسية طبعا الشهيرة في برشلونة. رغم صغر سنه الحقيقة اجتاز لامين يامال المراحل بسرعة جدا وأصبح واحد يعني أحد كبار الواعدين في الكرة الأسبانية وعلى مستوى العالم كمان ومن خلال نادي برشلونة. اختتم التقرير اللي اتقال عن هذا اللاعب انه بعمر 15 سنة و9 شهور و16 يوم شارك يامال لأول مرة رسميا مع الفريق الأول برشلونة ضد ريال بيتيس والدوري الأسباني ده كان يوم 19 إبريل 2023 ليصبح أصغر لاعب يشارك مع برشلونة في هذه السنة. طيب من برشلونة نروح سريعا لبايرن ميونخ اللي بيقترب كمان بايرن ميونخ من تحقيق رقم قياسي على مستوى أوروبا. يتطلع نادي بايرن ميونخ الحقيقة الألماني الانفراد برقم قياسي بمواصلة سجل اللا هزيمة في المباريات اللي بيخدها خارج ملعبه في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا. بكرة إن شاء الله هيكون ضد فريق كوبنهاجن الدنماركي وبيسعى زي ما بقول لحضراتكم البايرن الحفاظ على سجله خالي من الهزائم للمرة 18 على التوالي. 18 مباراة على التوالي خارج ملعبه لم يخسر بايرن ميونخ في دوري الأبطال. وزي ما بقول لحضراتكم المباراة بكرة خارج ملعبه في دور طبعا المجموعات بالبطولة القارية. زي ما بقول لحضراتكم البايرن ما خسرش ولا مباراة خارج ملعبه في دور المجموعات بدوري الأبطال خلال أكتر من 6 سنين. 6 سنين ما بيخسرش خارج أرضه في دوري الشامبيونز ليج. وكانت الهزيمة الأخيرة أمام باريس سان جيرمان بنتيجة 3-0 دي كانت في سبتمبر 2017 طبعا أسفرت يعني اللي أسفرت عن نهاية مشوار كارلوس أنشيلوتي في تدريب البايرن. يتقاسم البايرن الحقيقة الرقم القياسي حاليا مع برشلونة. الأسباني طبعا لم يتلقى أي هزيمة في 17 مباراة متتالية خارج ملعبه في مجموعات دوري الأبطال ما بين عام 2006 و2012 وبكرة ممكن جدا البافاري ينفرد بهذا الرقم القياسي عبر مباراته غدا إن شاء الله ويحقق بايرن الفوز رقم 14 ليه في مجموعات دوري الأبطال وده كمان رقم قياسي كبير جدا جدا. كان آخر مرة أهدر فيها يعني عدد من النقاط كان التعادل مع أتلتيكو مدريد الأسباني في ديسمبر 2020 بنتيجة 1-1. بايرن ميونخ استهل طبعا مشواره في دوري الأبطال هذا الموسم بفوز مثير على المانشستر يونايتد ب4-3. طيب من ميونخ نروح سريعا لمدريد. الحقيقه ريال مدريد بيراقب مهاجم افريقي. يعني وجه ريال مدريد انظاره دلوقتي لاحد اللاعبين الافارقه الحقيقه البارزين في الخط هجوم طبعا خلال الموسم دوت وفقا طبعا لشبكه ديفينسا سنترالي الاسبانيه اللي قالت ان ريال مدريد بيراقب اللاعب الغيني سيرهو جيراسي.
سيرهو جراسي ده مهاجم فريق شتوتغارت الألماني. أشارت التقارير أن هذا المهاجم الموسم ده الحقيقة بيعمل أرقام خيالية، يمكن تعدت كمان أرقامه، بقت أفضل من أرقام كيليان مبابي في باريس سان جيرمان وهاري كين مع بايرن ميونخ، وكمان تفوق على هالاند في المان سيتي. أحرز 11 هدف وقدم تمريرتين حاسمتين في 7 مباريات، طبعا ده في مختلف البطولات. ذكرت يعني التقارير ان تحطيم جراسي للارقام القياسيه جعله محط انظار الكثير من الانديه هذا الموسم، على راسهم طبعا ريال مدريد، انه كمان بيحظى باعجاب خاص من بيريز رئيس طبعا المرينجي وطبعا رئيس الكشافه بالنسبه لفريق ريال مدريد. وقال بالرغم ان جراسي عنده عقد مع شتوتغارت لغايه 2026، لكن جد وارد جدا ان ريال مدريد يخش في صفقه حسم هذه الصفقه في يمكن الانتقالات الشتويه القادمه بمبلغ 15 مليون يورو.